أدانت حركة إكسر كلبش أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، في حين يتلقى المعتقلون السياسيون أحكاماً قاسية بالإعدام والسجن. وتعهدت الحركة في بيان صوتي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والثورية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون. إن الأحكام الفجة التي أصدرها قضاء العسكر بشقيه المدني والعسكري على الشباب والنساء والأطفال، والتي وصلت إلى الإعدام في حق النساء والإعدام لشهداء تم قتلهم برصاص الغدر في الميادين، وفي نفس الوقت يتم تبرئة المخلوع مبارك وكل رموز حكمه ووزير داخليته من جميع القضايا، إن كل هذا الظلم والتسييس الكامل للقضاء قد قضى على آخر أمل في نفوس هذا الشعب أن يحصل على حقه وفقاً للأطر القانونية ومؤسسات الدولة. إن حركة إكسر كلبش تعلن عن تأسيس عملها كحركة مقاومة ثورية تسعى لتحرير المعتقلين من سجون النظام العسكري في مصر. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة محمد فتحي المتحدث باسم حركة إكسر كلبش. محمد، مرحباً بك معنا، وفي البداية من أنتم وماذا تريدون؟ حركة إكسر كلبش هي حركة احتجاجية نشأت من بداية الانقلاب، نشأت بعد وجود أطفال وشباب ونساء في المعتقلات، وبعد انتهاكات حصلت كتير جدا للمعتقلين، قمنا تنظيم قبل كده انتفاضة السجون الأولى وانتفاضة السجون الثانية وانتفاضة السجون الثالثة علشان نسلط الضوء على اللي بيحصل للمعتقلين والمأسورين في سجون العسكر. ومؤخرا اكتشفت حركة إكسر، يعني بقى واضح للعيان إن النظام القضائي المصري مش نظام قائم على القانون والحجج والبراهين. يعني لما يكون في نظام قضائي بيحكم في اسبوع واحد بس على 78 طفل بمجموع احكام 340 سنه في اسكندريه، لما يكون في نظام بيدي براءه مبارك في نفس الوقت اللي بيلف فيه قضايا لرئيس اختطف العسكر، فكان لازم يتحول نشاط حركه اكثر كلبش مجرد حركه بتمارس نضالها في الشق القانوني والشق الحقوقي الى تاسيس، واعلن عن تاسيس حركه اكثر كلبش كحركه مقاومه ثوريه هدفها تحرير المعتقلين من سجون العسكر، وسيظل تناضل من أجل تحقيق هذا الهدف. طيب، تعلم محمد ويعلم الجميع بأن المسار الثوري يعني مختلف إلى حد كبير عن المسار القانوني، وأنتم تعهدتم في بيانكم باتخاذ الإجراءات الثورية والقانونية لإطلاق سراح المعتقلين. لو تطلعنا على ماذا يمكن أن تقوموا به في هذه المرحلة من خلال هذه الحركة التي تؤسسونها؟ لما بنقول ان احنا هيبقى يعني النضال بتاعنا في الفتره الجايه هو مقاومه ثوريه، فمش معنى كده ان احنا يعني هنتخلى عن كل الوسائل العقليه والوسائل التي يقبلها المجتمع والتي يقبلها الاخر، لكن في نفس الوقت احنا مش مطلوب ان احنا نسكت على كل معتقل بيتاخد او على كل وحده بتهان في السجون. احنا تواصلنا بالفعل مع اسر المعتقلين ومع روابط اسر المعتقلين من اجل العمل في استراتيجيه جديده هدفها تحرير كل المعتقلين. مش هنكتفي زي ما قلت لحضرتك بس بالقضايا والمناقشات الحقوقيه، لكن هيبقى في كمان تحرك لكل واحد وكل فاسد امتد ايده على ايد اصحابنا وايد اخواتنا. كل وكيل نيابه او كل قاضي او كل ضابط او كل عسكري شارك في اي حاجه من الحاجات اللي مست اهلنا واسرانا في السجون يجب ان يحذر وان يتجنب النار التي تغلي في صدور الاحرار. نعم. فبالتالي مش مطلوب من كل واحد او كل اب يسكت على التعذيب اللي بيحصل لابنه، احنا هنتحرك باسر المعتقلين، هنتحرك بكل الاحرار في الشارع علشان نكسر قيود الاحرار ونخرجهم معانا بره. شكرا جزيلا لك محمد فتحي المتحدث باسم حركه اكسر كلبش، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره.